ولنقاش الانتهاكات الصهيونية الأخيرة في القدس المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الباحث السياسي علاء الرماوي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، حياكم الله. حذرت أوقاف القدس من مشاريع تهويد ساحة البراق، ما طبيعة مساعي الاحتلال لتهويد هذه الساحة وأهدافه من ذلك؟ بعد التحية لكم وللسادة المشاهدين، بلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن إلى ما يعرف بتغيير وجه ساحة البراق، وهذا التغيير يأتي عبر مشاريع تأتي على شكل بناء قدس، بالإضافة إلى تغيير معالم تاريخية، عدا عن إعادة ما يعرف الآن بالتاريخ الحديث لحائط البراق من خلال إضافة ما يعرف بالرموز الدينية الإسرائيلية. هذا يعني أن الاحتلال ماضي في عملية تعويض محيط المسجد الأقصى، وامتدادات عملية تعويض في ساحة البراق تتجاوز ما يطلق عليه إسرائيليا اللي هي حائط المكة، ثم يمضي عملية التعويض من خلال ما يعرف الآن بالسيطرة على العقارات المنتفية في داخل البلدة القديمة ومحيطها، ثم في حي سلوان وغيرها من أحياء مدينة القدس. المشروع الإسرائيلي يهدف إلى تغييب الهوية الإسلامية عن مدينة القدس، بدأ بعملية الجداريات التي ترسم عليها، تغيير الأسماء، إعادة السيطرة على المنازل، ثم ترتيب الآن تل فريك وغيرها من المشاريع الإسرائيلية، عدا عن المشاريع الإعمارية التي يتم الآن بنائها للمستوطنين من خلال ما يعرف بالحدائق التوراتية والأمكنة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. اغتيال الهوية في القدس يعني إسقاط مدينة القدس من الطابع الإسلامي إلى تاريخ مزور يتبع للاحتلال الإسرائيلي. أستاذ علاء، إلى أي مدى تساهم هذه الاقتحامات المتكررة وهذه الممارسات في حائط البراق في انفجار الأوضاع بالقدس المحتلة؟ يعني بلا شك بأنه عملية التهويد من خلال عملية الاقتحام، عملية الاستهداف للمقدسيين، عملية التجويع للمقدسيين، ضرب التجارة، الاعتداء على المسجد الأقصى، كل هذا يصب في حالة احتقان متزايدة في الأراضي الفلسطينية، والتي عبر عنها يوم من الأيام أحد قادة شرطة الاحتلال، قال إن العبث في المسجد الأقصى ومحيطه قد يكون القنبلة الكبيرة التي يمكن من خلالها أن تحرك المنطقة. أنا أرى بأنه الاحتلال عابث بشكل كبير، وأرى عملية الغضب متزايدة، والأمور قد تذهب إلى حالة من التصعيد والانفجار في أي لحظة. ما السبل المتاحة أمام الفلسطينيين للوقوف بوجه محاولات تهويد القدس؟ يعني أنا أقول بأن الفلسطيني هو ما زال متمسكا بهويته ووجوده وصموده ونضاله ومقاومة الاحتلال، وهذا يحتاج إلى عملية تراكمية كبيرة ويحتاج إلى تضحية وصبر ومصابرة. لكن السؤال أنا برأيي الأهم، ما هي الأمة، ماذا يمكن أن تفعل الأمة لإنقاذ المسجد الأقصى والقدس؟ القضية لا تتعلق فقط بالمقدس وإن كان عليه الواجب كبير، ولا تتعلق بالفلسطيني وإن كان عليه الواجب أكبر، لكن القضية تتعلق بالأمة. هذا مسجد أقصى جاء في عقيدة المسلمين واعتبر قبلتهم يوما من الأيام، وهو عقيدة أيضا. عندما أتحدث عن الجانب الديني التعبدي، هو عقيدة لكل المسلمين، وبناء على ذلك الأمة مطالبة بالانتصار لمدينة القدس، الأمة مطالبة لدعم المقدسيين في القدس وتعزيز صمودهم، الأمة مطالبة بالانتصار عبر منظوماتها العاملة من أجل القدس. أنا أرى انكفاء عن القدس، وأرى تبهيتا في القدس من بعض الأنظمة المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وأرى أن هناك بعض الأبواق التي يجب إسكاتها، التي باتت الآن يعني تقدح في عقد المقدسيين والفلسطينيين، وحتى في مكانة القدس الدينية وهويتها العربية. شكرا جزيلا لكم الباحث السياسي علاء الرماوي، حدثنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة.